بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد استكمال لحل سلسلة المحافظات في جمهورية مصر العربية، والمحافظة رقم 15 محافظة بني سويف من امتحانات مصر من سلاح التلميذ. أول سؤال اختر الإجابة الصحيحة وبيقول لي الشكل المقابل ده يسمى إيه؟ أقول له ده له نقطة بداية ونقطة نهاية، يبقى قطعة مستقيمة، بس أنا مش عايز اسمه، أنا عايز حروفه يا لانا، يبقى نختار اكس واي قطعة مستقيمة. طب ممكن يا مستر تتكتب واي اكس؟ طبعا قطعة مستقيمة من بدايتها او نهايتها. النقطة التانية بيقول لي اجمع الاتنين دول، اقول له تمام، ده واحد صحيح جنبه ربع جنبه تلات ارباع، يقوم يجي ولد ذكي يقول الربع والتلات ارباع بواحد وكمان واحد، تبقى الاجابة اتنين، يبقى اتحلت عقليا. ونيجي لبقية السؤال أهو، للمقارنة في سقوط الأمطار في صحراء إفريقيا بين عامين، مادام عامين يبقى نمثل بإيه يا ولاد؟ برافو عليك، يبقى التمثيل بالأعمدة المزدوجة. طب ليه؟ علشان مقارنة بين عامين. 7 جزء من 100 تتكتب إزاي؟ 7 جزء من 100 تبقى 7 من 100، بس مش موجودة، أقول له تبقى 7 على 100، لو ما لقيتش العادي تلاقي العشري، لو ما لقيتش العشري تلاقي العادي، المهم الإجابة تبقى مساوية ليها. السؤال الأول خلص، ونيجي للسؤال الثاني في 3 نقط أكمل يا ولاد. التمثيل البياني المناسب لدرجات الحرارة العظمى والصغرى يبقى يمثل بطريقة إيه؟ أقول له مادام مقارنة يبقى طريقة إيه؟ الأعمدة المزدوجة. صيغة الوحدات للعدد العشري ده، طب ده بيقرأ إيه؟ 8 صحيح وخمسة من عشرة. يا مستر أنا بعرف أقرأه بس مش فاهم يعني إيه صيغة الوحدات. أقول له صيغة الوحدات يا حبيبي يعني تكتب الرقم زي 8 وتكتب جنبه اسم البيت، 8 يا ملك في الآحاد، ونعمل فصلة ونكتب الخمسة في بيت الجزء من عشرة. فهمت يعني ايه صيغة الوحدات؟ الخانة وجنبها اسم البيت. القيمة المكانية للرقم 5 في العدد العشري ده، القيمة المكانية يعني مكان، يعني لازم نكتب اسم البيت، البيت ده تاني بيت، مادام تاني بيت يبقى بيت مين؟ بيت الجزء من 100، بيت الجزء من 100، أمال لو كانت أول خانة يا مستر؟ يبقى بيت الجزء من 10، لكن هنا يا ولاد بيت الجزء من 100، ونروح ونختار الإجابة الصحيحة ونكتبها 100. اللي بعده علامة صح أو خطأ، بيقول لي النص لو اتضربت في 5 تبقى الإجابة 5، أقول له يا عم عمر الإجابة ما تطلع 5 إلا إذا كان الأخ ده واحد، 1 في 5 ب 5، طب يعني إيه نص في 5؟ نص في 5 يعني نص الخمسة جنيه، نص ال5 جنيه 2 جنيه ونص، تبقى الإجابة خطأ بطريقتين. الكسر العشري اللي قد الربع هو 5 من 10، غلط يا أسامة، ليه؟ الربع بيفكرني بالربع جنيه، مش الربع جنيه 25 قرش، أيوة. طب بالكسر العشري 25 من 100، وادي الإجابة أهي. السؤال الرابع توصيل حذر فذر مين الشكل الرباعي اللي عنده زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية؟ عرفناه، أيوة يا مستر، شبه المنحرف عنده زوج واحد من الأضلاع المتوازية. كان المستر بيقول 2 بيوازوا بعض واتنين ما بيوازوش، طب الكسر غير الحقيقي اللي يقابل ويساوي 53، أقول له سهلة، هنا في وهنا زائد، 3 في 5 ب 15، وكمان 2 يلين 17، والمقام زي ما هو، ودي التوصيل اهو. مين المثلث اللي عنده ضلعين فقط متساويين يا عائشة؟ 2 بس متساويين، يبقى اسمه مثلث متساوي الساقين عشان عنده ضلعين متساويين. ازاي نضرب دي؟ الاقي ولد يقول لي نضرب ده في ده وده في ده، طب ليه يا حبيبي بتصعبها؟ خليك لماح، 5 على 5 بواحد، وأي حاجة في الواحد يا أسامة بنفس الحاجة، يبقى الإجابة كام؟ يبقى الإجابة 3 أرباع. نيجي للسؤال الخامس والأخير
في الامتحان بتاع محافظة بني سويف يحتاج مازن لتلات أرباع كيلو جرام من السكر لوصفة حلويات، لديه كوب قياس ليستوعب مقدار ربع كيلو جرام، يبقى هو عايز يعمل إيه؟ مازن محتاج تلات أرباع كيلو سكر لوصفة الحلويات. طيب الإناء اللي معاه بياخد قد إيه؟ بياخد ربع كيلو بس. ما عدد المرات التي يحتاجها مازن لملء الكوب؟ يا ترى مازن يحتاج قد إيه لملء الكوب؟ أقول له سهلة، ندور يا ولاد على التلات أرباع، هي التلات أرباع تكرار للربع، والربع بيكتب بالحساب واحد على الأربعة. كم مرة يجي ولد يقول ربع وربع ربعين وكمان ربع تلات أرباع؟ فهمتك يا مستر، ربع زائد ربع زائد ربع يبقى تلات أرباع. إذا الربع اتكرر كم مرة؟ اتكرر تلات مرات، يبقى تيجي تحت وتقول لي عدد المرات بيساوي تلات مرات لملء الكوب. اللي بعده، ارسم زاوية 60 درجة ثم حدد نوعها، هتعمل ايه يا حبيبي؟ هتحط نقطة وترسم الشعاع الأولاني، وبعد ما ترسم الشعاع الأولاني بالقلم الرصاص والمسطرة تجيب المنقلة وتحط النقطة على النقطة والخط على الخط وتعد من اليمين، لأن الشعاع ده على اليمين، وتحط نقطة للستين وتجيب القلم الرصاص والمسطرة وتوصل وتكتب جواها 60 درجة. فاضل لي مين؟ فاضل لي ان اقول للراجل نوع الزاوية. طالما 60 درجة تبقى اقل من 90، واقل من 90 يبقى نوع الزاوية زاوية حادة. بكده يا ولاد خلصنا حل محافظة بني سويف. يا رب الأسئلة تكون سهلة وبسيطة بإذن الله.